السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بودكاست إلى بياناتي وما بعدها، وضيفنا الحلقة دي إن شاء الله هو باشمهندس محمد عبد الرازق. أهلا وسهلا باشمهندس، الأخبار؟ ازيك يا باشمهندس يوسف؟ عامل عامل ايه؟ إيه؟ حبيبي، هو طبعا يعني عبد الرازق صاحبي، فأنا يعني إيه حاسس باشمهندس دي الصراحة إن إحنا يعني بالظبط، خليها كده عبد الرازق قول أخي يوسف. عبد الرازق، بالظبط، فأهلا وسهلا عبد الرازق، الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. أنا انت سعيد ايه جدا اخبارك؟ باستضافتك، كله بخير والحمد لله، وشكرا ربنا طبعا على يخليك، إن انا أنت كمان قبلت الدعوة يعني. او انا كمان والله مبسوط جدا، يعني ده شرف ليا ان انا ابقى حبيبي معاك حبيبي يعني عبد وسط الرازق، حبيبي ربنا يكرمك يا رب. هو عبد الرازق دفعتي 2018 هندسه اتصالات اسكندريه، وبعد كده دخل جيش كظابط يعني، فقعد 3 سنين فيها، وبعد كده اشتغل داتا اناليست في الدعوه، صح؟ الدواء، صيدلات الدواء. الدواء الدواء يعني هي اظن كانت يعني شركه ادويه، صح؟ او شركه توزيع مظبوط ادويه. مظبوط. وبعد كده شغال حاليا كداتا ساينتست في وزارة السياحة ثقافة والثقافة أبو ظبي. في أبو ظبي، وهو يعني على طريق إن شاء الله إنه يكون كاجل ماستر بإذن الله قريبا يعني، يا مسهل يا رب. كاجل كومبيتيشن ماستر بإذن الله قريبا. فمن أهم الحاجات الواحد بيعملها وهو بيشترك في مسابقات هو الفيتشر انجينيرنج، أظن دي بتبقى دايما عامل مهم جدا في إن هو يقدر يوصل مراكز كويسة في المسابقات. فعشان كده يعني إيه حسيت ان انا حابب استغله في ان هو يفهمنا بقى اكتر عن الفيتشر انجينيرنج وايه هي البيست براكتسز بتاعتها. فبس اظن هو موضوع مهم يعني، ان هو بيفرق فعلا كتير في الريزلتس بتاعت الموديل بعد كده، وان انت يعني مش شرط تستخدم موديل عنيف قوي عشان تجيب ريزلتس كويسه لو قدرت تعمل فيتشر انجينيرنج بشكل كويس. فده ان شاء الله يكون موضوع الحلقه ان شاء الله يعني ايه، هو وعدني ان هيبقى في حلقه تانيه هيبقى فيها تطبيق الله، عملي بإذن الله، فإن شاء الله يبقى الجزء ده هيكون جزء شوية كلام من غير كود أو حاجة، ويبقى فيها حلقة تانية بإذن الله فيها تطبيق عملي بالكود يعني. فخلينا نبدأ كده الأول، لو حابب برضو تشيل معانا الستوري بتاعتك ليه اشتغلت في داتا ساينس. احنا كنا اتصالات احنا الاثنين، ف مفيش حد اشتغل في اتصالات في دفعتنا تقريبا بالظبط. يعني هو معظم الناس خلصت اتصالات وخدت عملت الطريق التاني. شيفت بالظبط، يا اما يعني برضو ايامنا كان امبيدد هو اللي مسيطر هو اللي مسيطر بعد الحقيقي. التخرج. بالظبط، فعملت اول حاجه، اول شيفت كان امبيدد شويه سيلف ستادي، بعد كده ما لقيتش نفسي فيه خالص. بعد كده دخلت الجيش، دي كانت يعني امتحان من ربنا ومنحه في نفس الوقت، منحه في الوقت ان انت تعيد ترتيب اولوياتك وتعيد ترتيب افكارك. فاستخرت ربنا سبحانه وتعالى وتوكلت على الله، لقيت نفسي بذاكر بايثون بقى من اول وجديد، بذاكر بروجرامنج. فلقيت داتا ساينس كتراك مرسوم قدامي سبحان الله. ده فترة سكولر الجيش شيب صح؟ يعني ذاكرت فترة الجيش. كل بالظبط، انا عملت شيفت كله في فتره الجيش واشتغلت بارت تايم وانا في الجيش. عايش عايش كل عايش. ده اول ما اخدت القرار سبحان الله جت قدامي سكولر شيب بقى، خلصتها بعد كده كانت تبع داتا كامب. بعد كده جت كورونا، جت سكولرشيب من يوديسيتي، ان انت لو خلصت نانو ديجري في خلال شهر ما تدفعش الفلوس بتاعتها. فاكرها دي دخلتها بس. بالظبط، فاستغليت فتره الجيش وانا في الجيش عادي جدا، خلصت اول نانو ديجري، تاني نانو ديجري، التالته، الرابعه بقى عطلت خلاص، كان الباور خلص خلاص. بس وربنا كرمني بحاجه بارت تايم في فتره الجيش، خلصت جيش، قدمت اي تي اي اول انتيك في الارتفيشال انتليجنس، الحمد لله اتقبلت. اللي هي وانا اي برو صح؟ بالظبط الاي اي برو. وانا في نص التراك جالي فرصه مع شركه الدواء. وللمناسبه ان انا اصلا كان التايتل بتاعي داتا ساينس، بس انا كنت خايف ان انا يبقى التايتل بتاعي او الجوب ديسكريبشن بتاعي داتا ساينس على لينكد ان. انا كنت شايف ان انا غير مؤهل في الفتره دي ان انا يكون التايتل بتاعي داتا ساينس. اشتغلت مع الدواء حوالي سنه ونص، وبعد كده ظهرت قدامي الاوبورتيونيتي هنا في ابو ظبي، قدمت والحمد لله. يعني كان مطلوب هنا حد اكسبيرينس 6 سنين، ما شاء الله. والسي في سبحان الله دخل وهو كاكسبيرينس فول تايم وبارت تايم ما تكملش 3 سنين ونص، والبروسيس مشيت وبس طيب وديني في ابو ظبي يعني اهو. دي حاجة بشوفها كتير فعلا، ان ساعات بيبقى طالبين عدد سنين معين وبعد كده بيسفيه بيمشي عادي جدا. فانا يعني بقى عندي قناعة ان انت لو حتى يعني لو انت عندك الريكوايرمنتس اقدم، حتى لو السنين بتاعت اكسبيرينس عندك مش كافية، ما تخليش ده يعني ايه ما بالظبط يخليكش تقدم، وقدم مش هتخسر حاجة يعني بالظبط طالما عندك الريكوايرمنتس الأساسية اللي موجودة يعني. بالظبط. يعني انا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى
اللي خلى السي في يدخل البروسيس اصلا، ان بعت الاتش ار فقال لي اه انا شفت السي في بتاعك وهو السي في كويس بس في بوينت الخبره. فقلت له اه بس انا تحت كاتب الكومبيتيشنز اللي انا اشتغلت فيها، ودي كومبيتيشنز على كاجل ودوت ويب سايت عالمي يعني. كان ساعتها حوالي 4 كومبيتيشنز، منهم سيلفر ميدل وثلاثه برونز ميدل. فقال لي اوكي هنشوف. بعديها لقيت الكول جايالي ومشيت في البروسيس سبحانه وتعالى. فانت ممكن تبقى ناقصك الاكسبيرينس، بس انت بتعوض الاكسبيرينس دي بان انت بتتعلم، بتقرا بيبرز كتير، بتشترك في كومبيتيشنز حتى لو مش بتاخد مراكز، لان خلينا متفقين يا يوسف ان المنافسه صعبه جدا، وانت بتنافس ناس كساينس وكنوليدج وكبراكتس هي شاطره جدا، خلينا متفقين، بس انت بتتعلم منهم، ودي اهم حاجه في حته المسابقات، بتتعلم التكنيكس اللي هم بيحلوا بيها المشكله، بتتعلم التكنيكس اللي هو بيبتدي يفكر في المشكله ازاي من وجهه نظر البرسبكتيف بتاع الداتا ساينس والبرسبكتيف بتاعت الدومين اللي هو جاي منه. بس جميل جدا، جميل جدا. طيب احنا يعني ايه، خلينا نبدا كده الاول. يعني انت لما بتبتدي تمسك داتا، ايه اول حاجه بتعملها يعني عشان تفهم قبل ما تخش حتى في جزء الفيتشر انجينيرنج، ايه اول خطوه بتعملها عشان يعني تفهم المين كاركترستكس بتاعت الداتا بتاعتك؟ بص، اول خطوتين لازم اعملهم. رقم واحد ان انا اروح اقرا في الدومين اللي المسابقه او الداتا دي بتتكلم عنه، ده رقم واحد بالنسبه لي، ان انا لازم اروح اشوف الدومين ده بيتكلم عن ايه. زي مثلا هل هو دومين طبي، فانا محتاج اعرف معلومات، هل محتاج افهم بروسيس معينه بتحصل، هل في ايكويشنز اقدر ان انا استخلصها من الفيلد دوت، وانا عندي الانبوتس بتاعتها في الداتا ولا لا. دي نقطه اللي هي نقدر نسميها الدومين نوليدج. النقطه الثانيه ان انت تعمل اسسمنت للداتا اللي عندك، طبعا بالتولز اللي احنا عارفينها بقى كلها، ان انت بتشوف الميسنج داتا، بتشوف هل في ريليشنز ما بين الفيتشرز وبعضها، هل في مشاكل في الداتا مثلا، هل في ناس اكتشفت ان في داتا ريدوندنت او داتا دوبليكيتس وهكذا. فانت بتعمل حاجتين، ان انت بتعمل اسسمنت للمشكله اصلا من عن طريق الدومين، والنقطه الثانيه ان انت بتعمل اسسمنت للديتا عن طريق الاستاتستيكال ميثودز اللي كلنا عارفينها وبنتعامل بيها. ده بالنسبه لي يعني، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم داخل على داتا جديده بشوفها. هم دول اول خطوتين بعملهم، وحته الدومين نوليدج دي هتفيدنا قدام كمان، يعني ان انت تبقى فاهم الدومين اللي البروبلم بتتكلم فيه، لان لو اخذناها بره موضوع الكومبيتيشنز، انت لو شغال في شركه، انت مش بتشتغل في تيم داتا ساينس منفصل، لا انت بتكلم الناس بتاعت البيزنس، فانت ممكن تبقى شايف البروبلم، اه البروبلم دي بسيطه جدا، بس هو بتاع البيزنس شايفها من برسبكتيف تاني خالص، ممكن تبقى معقده، والعكس صحيح، انت شايفها معقده جدا وهتعمل بقى اوفر انجينيرنج وهتعمل كومبليكيت يعني كومبليكيتد سوليوشن، بس الناس في البيزنس مش عايزه ده، فاهمني؟ فلازم فاهم قصدك، لازم تبص على الدومين حتى هو هيفيدك تفهم المشاكل اللي عندك في الداتا بشكل صح. بالظبط يعني لو عندك بالظبط missing data، هل هي فعلا missing ولا هي non existing value اصلا يعني. فمهم بالظبط جدا فعلا نقطة الدومين. طيب بعد يعني المفروض ان انت قبل ما تخش feature engineering برضه بتعمل اي دي اي، تعمل exploration للداتا بتاعتك عشان جزء منها تعرف المشاكل أكيد وجزء من التاني تفهم الداتا اللي عندك اصلا. بالظبط. فايه ال خلاص احنا جبنا الدومين نوليدج، نبتدي بقى نشوف الاي دي اي او الاكسبلوراتوري داتا اناليسيس. طبعا اول حاجه ان انت بتمسك كل فاريبل لوحده، بتبتدي تعمل عليه مثلا الاستاتستيكال فيتشرز بتاعته، بتبتدي بعد كده تبص هل في انتر اكشن او ريليشن شيب ما بين الفاريبلز وبعضها ولا لا. بعد كده مثلا بتبتدي تشوف هل في داتا ميسنج. طيب انت هتعمل امبيوتيشن للميسنج داتا دي بانهي اسلوب وانهي طريقه. ام طبعا في المسابقات دروب ان ايه مفيش اسهل منها. ام بس وانت في البيزنس، طب انا ليه ادروب ان ايه لما انا ممكن اروح اكلم شخص في البيزنس هو الاونر بتاع الداتا دي وهو اللي ام ممكن يساعدني في حل المشاكل اللي فيها. ام ام يعني انا هحاول اربط ما بين الحاجات اللي انت بتعملها كدراسه وكمسابقات، وما بين ان انت لما ربنا يكرمك في الشغل. لو انا في مسابقه خلاص، لو الداتا كبيره هدروب منها 5% مفيش مشكله، لكن ساعات في البيزنس بتبقى الداتا قليله مش متاحه بالنسبه لك،
فانا لو هدروب 5 او 10% من الداتا خلاص انا كده الداتا اصلا صغيره وانا عمال ادروب منها داتا. فنرجع نريكاب تاني. طبعا اي دي اي اول حاجه بتبتدي تشوف السنجل فاريبل اناليسيس، بعد كده بتعمل الباي فاريت اناليسيس بتاعك عشان تشوف هل في فيتشرز مثلا مهمه، هل في فيتشرز فيها ريليشن شيب ما بينها وما بين بعضها، لان ده الفيتشر بري بروسيسنج كل ده هيفرق معاك في نوع الموديل اللي انت هتختاره، لان في موديلز طبعا هتتاثر لو التو فيتشرز او ثري فيتشرز في هاي كورليشن ما بينهم، وفي موديلز تانية لا هي بتعرف تختار وبتعرف تعمل سامبلينج وانسامبل للفيتشرز بتاعتك. طب احنا بنعرف كل ده ده لسه ازاي؟ ما يعني دخلناش. ايه لسه ما خدناش طبعا في الفيتشر، مش بتعرف يعني بتعرف ازاي في كورليشن ما بين الداتا وبعضها؟ يعني ايه الحاجات اللي بتستخدمها عشان تعرف ده؟ يعني انواع البلوتس مثلا اللي بتستخدمها. ابسط حاجه طبعا الكورليشن كوفيشنت، ان انت بتشوف الكورليشن كوفيشنت بتحاول ترسم كل تو فيتشرز مع بعض، هل في فانكشن بتريبريزنت الداتا دي. انت ممكن ما يبقاش في كورليشن دايركت، بس مثلا فانكشن اكس بتساوي فانكشن اكس 2 سكويرد، فدي مش هتبقى موجوده ككورليشن، بس هي في فانكشن تقدر تجنريت او تربط التو فيتشرز ببعض. فخلاص في الحاله دي لو انا هستخدم سيمبل موديل زي اللينير ريجريشن هدروب واحده منهم وهشتغل على بقيه الفيتشرز. فاول حاجه الكورليشن طبعا، تاني حاجه ان انت لازم تعمل بلوتنج للديتا بتاعتك وتحاول تشوف او مثلا الفيتشر دي مع الفيتشر دي في فانكشن كده تقدر ان هي تعمل فيتنج للديتا بعينيك، طب يعني اللي هو بتلوت حاجه بسيطه. ما بين كل التو فيتشرز بعضيهم صح؟ يعني بتمسك. بالظبط طب لو بالظبط. عدد الفيتشرز كبير قوي بتعمل ايه؟ يعني لو يعني مثلا عندك بتبتدي 500 فيتشر مثلا، انا عارف الرقم ممكن يبقى ضخم شويه بس في مسائل بيبقى فيها كده يعني. بالظبط نبتدي اللي هو نشتغل على الحاجات المهمه. فطب لو انا عندي 500 فيتشر، اول حاجه انا لازم اختار الفيتشرز المهمه، الفيتشرز اللي فيها فيرينس تقدر ان هي تعبر عن التارجت بتاعي. فهعمل اكسكلود طبعا لكل الفيتشرز اللي الفيرينس، يعني سي مثلا لو انا ال 500 فيتشر دي فيهم فيتشر مثلا اسمها الويت، الوزن، والوزن ثابت 10 كيلو لكل الكولومز، هل الفيتشر دي بتأثر او بتعمل فارينس اكسبلينيشن للتارجت؟ لا، لان هي ثابته، هي كونستنت فيتشر، فانا هاكسكلود الفيتشرز دي مني. ف فساعتها هحسب الفارينس الاول بتاع كل ده بتاع كل كولوم او كل فيتشر بالظبط واشوف الفارينس بتاعها لو عالي يبقى فيه بتضيف انفورميشن. بالظبط هبتدي مثلا ان انا احسب الفارينس بتاع الفيتشر وهبتدي اشوف التوب فارينس فيتشر مثلا وليكن من ال 500 هختار اعلى 20 فيتشر، هم دول اللي انا هبتدي ابص عليهم، هبتدي ادرسهم بعنايه جدا، هبتدي اشوف هل في كورليشن ما بينهم ولا لا، هبتدي اشوف هل ينفع ان انا اكريت منهم نيو فيتشرز بناء على الدومين نوليدج اللي انا ابتديت اقراه في المساله وافهمه من المساله. انت كده بسؤالك دخلتنا في حته الفيتشر دخلت سيلكشن. في ايوه بالظبط بالظبط، هو ده حقيقي صح. بس هو انا بحس دايما ان طول ما الداتا صغيره، يعني عدد فيتشرز صغير، الموضوع بيبقى سهل شويه، بتقدر تطبق الطرق العاديه في فيتشر انجينيرنج. بس اول ما بحس ان الموضوع بيكبر شويه، يعني عدد فيتشرز بقى بالظبط كبير قوي، فصعب انت تطبق كل حاجه بنفس الشكل. يعني صعب. اكيد طبعا. نفس الكلام برضو حتى احيانا في هي دي هنقطة هنوصلها برضو، بس نفس الكلام في الكاتيجوريكال فيتشرز. لما تيجي تعملها انكودنج مثلا، لو انت عندك مثلا اربعه خمسه كاتيجوريز الموضوع سهل، بس مثلا لو عندك 1000 كاتيجوري هتعملها، هل هتعمل وان هوت انكودنج مثلا؟ هيضيف لك 1000 فيتشر جداد، هيبقى صعب قوي تعمل كده. اكيد لا طبعا. ما بالظبط. فانا بتكلم بالظبط فده يعني بالظبط. بحس ان طول ما العدد الحاجه اقل، كل ما الدنيا سهل في التعامل، اول ما الدنيا بتكبر شويه بحس الموضوع بيبقى معقد شويه. فاحنا الموضوع هنيجي صعب كده كده النقط دي. تمام، بس هي ف معقدة بحيث ان انت تقدر ان انت تجمع الدنيا كلها، بس هي سيستماتيك بروسيس، يعني اللي انت هتعمله على 5 هو اللي هتعمله على 50، بس المجهود بتاعك هيضرب في 10 بس. بس اكيد في طرق زي ما انت قلت دلوقتي. يعني بدل مثلا بنعمل هتشوف الكورليشن ما بين ال 500 فيتشر بينهم بعضهم، لا احنا هننقي مثلا 10 او 20 على حاجه فيهم فاريانس، ده قبل حتى ما نعمل فيتشر سيلكشن او مثلا فيتشر ريدكشن صح؟ يعني لو مثلا بالظبط انا عندي 500 فيتشرز، مش هعمل فيتشر سيلكشن الاول، هعمل فيتشر اكسبلوريشن الاول قبل ما اضرب اي حاجه صح كده؟ مظبوط مظبوط مظبوط. فهبتدي ان انا وليكن ان انا اشتغلت على حته على جزئيه الفاريانس، لقيت ان انا عندي
ممكن تعمل اكوميوليشن للفيرينس دوت، ان انت جبت الفيرينس بتاع 500 فيتشر ولقيت ان اول 30 او 40 فيتشر بيعبروا عن 95% من الفيرينس اللي موجود في التارجت، فخلاص انا هعتمد على دول، هشتغل على دول. ليه؟ لان انا هضحي بال 5% دي، مش هتبقى الموديل بتاعي مش هيقدر ان هو يعمل لها كاتشنج، بس هوفر بروسيسنج باور، هوفر تايم، لان في الاول في الاخر انت كبزنس الوقت بتاع التيم ده بفلوس، بيدفع له مرتبات وبياخد من وقت بروجكتس تانية، فانت بتوفر هتضرب 5%، بس انت هتوفر بروسيسنج باور، هتوفر كوست كبيرة جدا، وهتوفر الكوست والإجهاد على التيم بتاعك. طب ازاي اعرف يعني ان دلوقتي فيهم مثلا 85% من الفارينس الموجود في التارجت؟ ايه اللي بستخدمه عشان اقيس ده؟ الفارينس بمنتهى البساطة الاستاتيستيكال فارينس بتاعك، ان انت بتشوف الفارينس اللي في كل فيتشر، سي الفارينس مثلا هنا 20%، الفيتشر التانية الفارينس اللي فيها 15%. الجزئية دي ممكن ان احنا نحط فيها ريسورسز كويسة جدا لكورس بتاع دكتورة في جامعة في ألمانيا، هو متخصص اصلا في الفيتشر انجينيرينج والفيتشر سيلكشن. ليها كتاب برضه أظن، أنت ايه؟ ليها كتاب أظن برضه اسمه وليها فيتشر كتاب، يعني هي ليها كتاب والكورس على يوديمي، وليها الجيت هاب ويب سايت ريبو اللي بيشرح كل بروسيس من اسمها دي. أظن فيتشر انجينيرينج برضه ودي. هي عندها 3 كورسز، واحد اسمه فيتشر انجينيرينج، واحد تايم فيتشر سيريس، سيلكشن، أو واحد عارف مختص تايم بالتايم سيريس سيريز. نزلته بالظبط جديدا. بالظبط بالظبط، احنا هنحط اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بتاع الفيديو، هم اكيد مثيرين اكيد. جدا بصراحة. يعني كده ابتدينا ان احنا نخش على الفيتشرز بقى، ان انا هبتدي ان انا اعمل فيتشر انجينيرنج. فالديتا اللي عندي طب استنى معلش قبل ما اقطع كلامك، احنا دلوقتي يعني احنا لسه في جزئية الاكسبلوريشن. انت اول حاجة بتشوف كورليشنز ما بين الداتا ما بينهم وبين بعضها، ولو الداتا كبيرة قوي بتشوف الداتا اللي فيها الموست فاريانس اللي موجود وابتدي اعمل عليهم اشوف فيهم الكوريليشن. الاكسبلوريشن بتاعي طيب بالظبط. في حاجه تانيه بتتعمل برضو لسه ستيل قبل ما نخش جزئيه الفيتشر انجينيرنج، ولا انت في الطبيعي مثلا بتعمل فيتشر اكسبلوريشن وبعدين تروح تحل المشكله وترجع؟ هي يعني هي كلوزد لوب، اللي هو انت بتعمل حاجه بعد كده بتروح تكسبلور، فبيظهر لك مشكله في فيتشرز تانية، او بيظهر لك حاجه المفروض انت تحلها او تتعامل معاها، تبتدي تصلحها وترجع تعمل اكسبلوريشن تاني وهكذا، فاهم؟ هي يعني لو بصينا كماشين ليرنينج بروجكت، هي الستيب اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها هي ستيب نمبر 3، اللي هو انت خلاص استلمت البروبلم، ابتديت ان انت تجمع الريكويرمنت، دي ستيب نمبر 2، ابتديت ان انت تجذر الداتا او تجمع الداتا بتاعتك وتعملها اكسبلوريشن. ستيب نمبر 3 هي اكتر، بتاخد 70% من الوقت في حته ان انت بتبتدي زي ما احنا بنتكلم، انه طب لو انا عملت دروبنج للفيتشرز دي هخسر مثلا كام؟ هخسر 5% من الفارينس، مش هقدر اعمل له اكسبلينيشن من التارجت. طب لو انا عملت انكلودنج لفيتشر تانية، طب لو عملت انكلودنج لفيتشر تالتة، طب الفيتشر الرابعه دي لو دخلتها هيبقى لما هتيجي تبص عليها هتلاقيها مثلا فيتشر اللي انا عملت لها اضافه دي عملت مشكله مع فيتشر كانت موجوده قبل كده، فانت ممكن تضرب الفيتشر الاخيره اللي انت دخلتها وهكذا. وطبعا بالممارسه بتبتدي ان انت يبقى خلاص انت في حاجه سيستماتيك بالنسبه لك بتطبقها على 90% من المشاكل، وكل مشكله بيبقى ليها التركه بتاعتها، سواء انت جبتها او ما جبتهاش، بس هي المشكله ان في تركه كده في النص لازم تعملها. من ضمن الامثله على الموضوع دوت، كان في كومبيتيشن بتاعت ايجار البايكس في كوريا الجنوبيه، وكان مديك فيتشرز ليها علاقه بدرجه الحراره والطقس وسرعه الرياح والسولار راديشن. حرفيا انت هتبتدي تعمل فيتشر انجينيرنج عن طريق القوانين بتاعت الثيرموداينامكس. انت هتروح لحته الثيرموداينامكس وتحاول تجيب كورليشن وتدور على ايكويشنز فيها البارامترز اللي هم مديها لك. والناس اللي اشتغلت بالطريقه دي، هي المسابقه دي كانت في الاي تي اي، التيم بتاع اللي احنا كنا فيه الحمد لله حقق فيها مركز اول. كان الفرق ما بين اللوس في ما بين اول تيم وتاني تيم الدبل، يعني 0.2 0.4. بسبب ان انتوا استخدمتوا الحته بتاعت سيمو داينامكس دلوقتي بتعملوا موديلنج للبارامترز الموجوده. بالظبط، انت عندك البارامترز، والبارامترز دي تقدر تدخل كانبوت في ايكويشن تطلع لك فاريبلز جديده، فانت هنا مش بتعمل فيتشرز جديده بناء على
السميشن والمالتيبليكيشن وهكذا، لا انت جبت حته الدومين نوليدج دخلتها وسخرتها في البروبلم، فابتدت ان هي تحل معاك المشكله بتاعتك. لو انت مش عارف دوت خلاص انت هتجيب ايرور عالي جدا. تمام. طيب احنا ما زلنا في الفيتشر اكسبلوريشن، احنا دلوقتي شفنا الكورليشن، ايه تاني طب عايزين نشوفه؟ طيب واحنا بنعمل الخطوه بتاعت الفيتشر اكسبلوريشن. انا مثلا بالنسبه لي بهتم بالكورليشن، بهتم بال هل في اوتلايرز في الفيتشرز بتاعتي ولا ازاي لا. بنعرفها؟ طيب يعني ايه الاوتلاير، يعني ايه تعريف الاوتلاير وازاي بنعرفه؟ وكده كده احنا هناخد زي اللي اتعاملنا بعد كده برضه ستيل، بس بالظبط. يعني احنا لسه دلوقتي في الجزء الاكسبلوريشن. ف زي مثلا الاوتلايرز، هل انا مثلا الداتا عندي، هل عمر البني ادم ينفع يكون بالنيجاتيف؟ اكيد لا. فلو انا فاهم الكونتكست بتاع الداتا او الكولوم دوت، لو هو العمر او الوزن، لو انا شفت داتا بالنيجاتيف فاكيد دي اوتلاير حتى لو هي ماينس 0.3، عشان في ناس دايما بتربط حته الاوتلاير ان هو الرقم الكبير قوي اللي في بالظبط. اخر ديستريبيوشن في الداتا. لا، هو ممكن يكون رقم لا يعبر عن الكوانتيتي اللي انت بتقيسها. لو انت عندك تايم مستحيل التايم يبقى بالنيجاتيف، لو عندك ويت مستحيل الويت يبقى بالنيجاتيف مثلا. فدي انت بتحدد الاوتلاير عن طريق معرفتك بالديتا. طبعا في الاستاتستيكال مودلز بتاعتها، الانتر كوانتايل رينج، لو هو بره الانتر كوانتايل رينج تبتدي ان انت تتعامل معاه على انه اوتلاير، او ان انت تعمل فيجواليزيشن للبوكس بلوت والديتا اللي فوق اللور باوند والابر باوند بتاعتك تتعامل معاها ازاي. هل ان انت في طريقه ان انت تعمل داتا كوركشن ولا لا؟ لكن ما ينفعش تيجي تقول انا هعمل داتا كوركشن ان انا هسبستيتيوت الاوتلايرز بالميديان او المين بتاع الداتا اللي عندي. لا، مين اللي قالك كده؟ ولو انت عملت الستيب دي لازم تعمل سانيتي تشيك بعدها، الامبيوتيشن اللي انت عملته سواء في الاوتلايرز او في الميسنج داتا هل غير الديستريبيوشن بتاعت الداتا ولا لا؟ يعني فور اكزامبل مثلا انا عندي داتا فيها 100 بوينت، ال 100 بوينت منهم 30 بوينت ميسنج داتا او اوتلايرز، انا ابتديت اعمل عليهم الاستاتستيكال تيست وطلعوا اوتلايرز. فانا مع نفسي جيت قررت قلت انا خلاص انا هعمل امبيوتيشن بفاليو 50. ابتدي ارسم النورمال ديستريبيوشن بتاعه الداتا الاولانيه. طبعا احنا بنفترض ان الداتا بتاعتنا بتفولو النورمال ديستريبيوشن، فهتبتدي ترسم النورمال ديستريبيوشن بتاعه الداتا قبل الامبيوتيشن وبعد الامبيوتيشن، وتبتدي تعمل عليها الهايبوثيسيس تيستنج بتاعتك عشان تشوف هل معالجه الداتا اللي انت عملتها اثرت على الديستريبيوشن بتاعتك ولا لا. احنا كل ده في مرحله برضو تاني باكد استكشاف الداتا ومعالجه الاخطاء اللي فيها قبل ما ابتدي ان انا ادخل اعمل فيها ميكس وان انا اعمل فيتشر انجينيرنج وهكذا. لان دايما بتلاقي ناس مثلا بتيجي تعمل امبيوتيشن بزيرو، طب الفاليو اللي انت حطيتها دي هل هي اثرت على الديستريبيوشن؟ خلت مثلا بدل ما هي نورمال ديستريبيوشن المين والميديان بتاعها المين والستاندرد ديفيجن ب 0 1، فخليته المين اتشفت بقى 5، فانت كده غيرت الكاركترستكس بتاعت الداتا عندك. ودي اللي طبعا اي ناس بتبتدي انت ان هي قصدك غيرت الكاركترستكس بتاعت الفيتشر دي صح؟ بتاعت الفيتشرز وبتاعت البروبلم خلاص. فانت بروبلم الفيتشرز فاكر. دي حتى لو انت كنت مختارها لان هي بتعبر عن فاريانس عالي جدا في التارجت، بعد الحاجه اللي انت عملتها ما مبقتش بقاش ليها اي ليها نفس اهميه، الحاجة، مبقتش ما بقاش شكلها ليها تماما، اي غيرت اهميه الديسكربشن بتاعها. بالظبط. وفي حته هنا عايز اعمل عليها هايلايت، احنا كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله يوضح اهميه الاستاتستكس سواء الديسكريبتيف او الانفرنس استاتستكس. لان في ناس كتير بتقول لك انا هستخدم الهايبوثيسيس تيستنج في ايه؟ انا عندي الداتا بنضفها بعمل كليننج للداتا بعمل هكذا ومش محتاج ان انا استخدم استاتستيكال ميثود. لا، وانت بتعمل كليننج للداتا انت بتغير في الكاركترستيك، فخلي بالك وروح اتاكد ان انت التغيير اللي انت عملته دوت ما اثرش في الديستريبيوشن بتاعتك، ما اثرش في الكاركترستيك، عشان ما تبقاش انت بتحل بروبلم والبروبلم المطلوبه منك حاجه تانيه خالص، او انت شغال على داتا والداتا اللي عندك او اللي هتجيلك في المستقبل بشكل مختلف تماما. ديسكريبشن هيبقى مختلف بالتاني. بالظبط بالظبط.
فانت كده ابتديت ان انت تنظف الداتا، ابتديت ان انت تعمل امبيوتيشن، ابتديت تشوف كورليشن ما بين الفيتشرز. طبعا بيبقى فيه بقى يعني في ناس بتحس كده اللي هو ايه، بيربط كل حاجه ببعض، يبتدي يرسم جرافس بشكل غريب جدا، يبتدي يرسم يقول لك مثلا سي هل الداتا اللي جايه لي دي هل هي جايه من نورمال ديستريبيوشن، يبتدي يديب دايف اكتر جوه الفيتشرز دي، هل الفيتشرز اللي احنا مفترضين ان هي جايه كنورمال ديستريبيوشن هل هي فعلا نورمال، ولا جايه من باينوميال ديستريبيوشن، ولا جايه من اكسبوننشال ديكي ديستريبيوشن، ولا جايه من باسكال ديستريبيوشن. فتاخدك الجزئيه دي ان انت تعرف الكل كولوم جاي من انهي ديستريبيوشن، او بلاش خلينا نقول مش جاي من انهي ديستريبيوشن، هل هو بيفولو النورمال ولا نون نورمال. فدي تديك هنت ان انت هل محتاج تعمل فيتشر نورماليزيشن ولا لا. انت عمال تصلح، عمال تصلح في طب الداتا، ده عمال بتعرف ازاي؟ يعني ده برضه تعرف من انت بترسم ولا بتعمل تيست بالظبط معين؟ ان انت بترسم الداتا، وان انت بتعمل برضه هايبوثيسيس تيستنج هل هي نورمال ديستريبيوشن ديستريبيوشن ولا ولا لا. لا؟ بالظبط كله ده احصاء، كل ده ستاتستكس. هل هي بترسم الداتا، طبعا لو جيت رسمت البوينت هتشوف هل هي بتفولو نورمال ديستريبيوشن ولا هي مثلا لامدا ديستريبيوشن او باسكال ايا كان. فبتبتدي تعرف الفيتشر دي انا محتاج اعمل لها ستاندرديزيشن الفيتشر دي، لان المودلز ماشين ليرنينج مودلز مبنيه على ان الفيتشرز اللي داخله هي بتفولو النورمال ديستريبيوشن بتاعتك، فانت لازم تعالج دوت، لان انت لو ما عالجتش دوت جاربج ان جاربج اوت بالنسبه للموديل. اسهل حاجه يا يوسف ان انت موديل دوت فيت او موديل دوت ترين موديل دوت بريدكت، لكن اللي انت مدخله للديتا هو ده اللي بيفرق ما بين داتا ساينتست وما بين داتا ساينتست تاني. صح 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 لا ولا صح صح لا ولا صح غلط؟ جدا لا صح جدا اظن الاغلب شغل فعلا في الجزئيه دي طبعا، يعني اللي هو يعني واضح جدا ان في كل طبعا ما حجم الداتا زاد كل ما اظن الموضوع هيبقى اصعب شويه كمان يعني زي بالظبط. طيب احنا في نقطه الاوتلايرز برضه، امتى اعرف ان الداتا دي فعلا اوتلاير ولا هي فاليو اكستريم شويه بس هي مش اوتلاير يعني ممكن تحصل في الحقيقه؟ عن طريق معرفتي الكولوم دوت بيعبر عن ايه؟ زي مثلا الكولوم ده بيعبر عن مساحات البيوت واسعارها. لو لقيت تو كولومز مثلا، واحد بيعبر عن مساحه البيت وواحده بيعبر عن اسعارها. وهندي مثال من امارات، والمكان دوت موجود في جميره، في نخله جميره مثلا. فانت لقيته في الفيتشر الاولانيه الريكورد ده المساحه 5000 متر والسعر بتاعه 50 مليون درهم. فابتدي اعمل انفستيجيشن، ابتدي شوف المكان دوت هل اصلا، تبتدي تروح تدور على النت زي مثلا يعني مش شرط ان انا عشان لقيت اوتلاير يبقى اول حاجه ان انا اعملها او اعمله كوركشن لا على طول، المفروض اشوف لا الاول هل خالص. اوتلاير ولا لا. بالظبط، هبتدي ان انا اروح ادور عليه. يعني انا بديك مثال بحيث ان احنا نقرب الصوره. لو انت عندك البيت الهاوس اي دي مثلا واللات واللونج بتاعه، ابتدي خد اللات واللونج ده روح دور عليه على النت. سي طلع لك ان هو موجود في تايم سكوير في نيويورك، المتر فيه بكام؟ فبتبتدي تروح تدور مثلا ان انت المنطقه دي متوسط سعر المتر فيها قد ايه؟ لو لقيته متوافق مع الداتا اللي عندك يبقى هي مش اوتلاير. هي الداتا مش اوتلاير، انت محتاج تتعامل معاها. طب في الحالة محتاجه دي المفروض برضو أشيلها عشان هتأثر على الديستريبيوشن بتاع الداتا ولا أخليها عشان هي حقيقية؟ على حسب التست داتا عندك فيها بوينتس من نفس السامبل دي ولا لا. يعني لو انت في التست داتا عندك 5 بيوت موجودين في تايم سكويرز، هل انت هتضرب البوينت دي؟ لا مستحيل طبعا. هتبتدي ان انت تتعامل معاها بطريقه تانية، ان انت تعمل فيتشر ستاندرد، ان انت تعمل ستاندردايزيشن او نورماليزيشن للديتا. بالتالي فانت عملت سكويزنج للسكيل من 0 ل 1 فور اكزامبل. لكن انت في الحاله دي مستحيل ان انت تعملها دروبينج. يعني حاجه بسيطه، ده انا بقابله في الشغل عندي في اسعار الهوتلز. في منطقة في سيف موجودة في أبو ظبي، هي أسعار الهوتلز اللي فيها مضروبة في 20. فحاجة من الاتنين، يا إما أنا هبتدي بالبيزك خالص إن أنا أعمل نورماليزيشن للديتا عندي، أو يبقى قدامي إن أنا أعمل حل بقى معقد
ان انا ارن موديل للديتا كلها موديل الاوتلايرز. وموديل للمنطقه دي. طب امتى الجا للحل ده وامتى الجا للحل ده؟ على حسب حجم الداتا اللي عندك، على حسب هل مديرك طالب منك سليوشن بسيط يطلع في 3 ايام، ولا سليوشن معقد محتاجين نشتغل عليه شهر بس هو يبقى روبوست أكيد. جدا وتيلورد لدي ولدي. لكن مش شرط ان انت لقيت فاليو كبيره قوي فهي اوتلاير فانت تعمل لها دروب، وتروح في التيست تلاقي عندك داتا شبيهه بالترين، فخلاص الموديل مش هيقدر يكاتش البوينت دي. صح ولا لا لا انت مش بالظبط، مقتنع؟ لا لا صح. بس انت طيب لو دلوقتي في التست هتعرف بقى منين هي تبع انهي موديل فيهم؟ يعني بتحط بقى ميجرمنتس معين؟ لو انت مثلا مشيت في السوليوشن التاني اللي هو انا هعمل تو موديلز، مثلا موديل اوكي للاوتلايرز مثلا موديل للانلايرز، اوكي هتديتكت بقى ازاي ان اللي جاي ده تبع انهي واحد فيهم؟ اوكي اكيد بتحط فور بقى تشيك اكزامبل معين مثلا صح؟ ان انا اقدر اطوع الفيتشرز اللي عندي ان هي تعمل لي كلاسيفيكيشن للبوينتس دي. على سبيل المثال لو انا عندي اللات واللونج بتاع الفندق، فهبتدي ان انا استخدم حاجه تقول لي اللات واللونج ده موجود فين. هل هو موجود في البليس اللي اسمه اكس اللي هو نوري ايلاند، المكان اسمه نوري ايلاند؟ هل هو موجود جوه نوري ايلاند ولا لا؟ فلو هو ترو خلاص خده وديه للموديل بتاع الاوتلايرز او الموديل بتاع نوري ايلاند. لو هو فولس خلاص هتشتغل على الداتا العاديه خالص. فانت لازم لو انت هتبني تو موديلز لازم يبقى عندك فيتشرز تقدر تميز لك في الحاله، في الاكزامبل اللي انا بقوله لك دوت، ايه الفيتشر اللي هتميز لنا؟ اللات واللونج بتاعت المكان، ان انت بالظبط. قدرت تشوف الفندق دوت هل هو موجود ضمن الجزيره دي ولا موجود في المنطقه الاخرى في الامارات او في ابو ظبي. تمام فبالتالي جدا، الداتا دي تبقى هنا او هنا. تمام جدا. طيب ايه تاني في الفيتشر، ايه المشاكل التانية اللي ممكن نشوفها برضه في الفيتشر اكسبلوريشن ونروح نحلها؟ احنا قلنا كده الاوتلايرز وقلنا الكوريليشنز ما بين الداتا، بس طب خلينا نرجع برضه لنقطة نقطة الكوريليشن تاني كمان. ما بين الداتا. طيب اتفضل اتفضل. كمل. طب لا لا قول لا قول. كمل، قول قول. نقطة كمان تاخد بالك منها، ودي مش أي حد ممكن يلاحظها. احنا اتفقنا ان احنا خلاص هنحكم على كل فيتشر هل هي بتفولو نورمال ديستريبيوشن ولا لا. تمام، هبتدي اشوف نفس الفيتشر في الترين داتا وفي التست داتا، هل الاثنين جايين من نفس النورمال ديستريبيوشن ولا لا. يعني فور اكزامبل لو انا عندي موديل بيبريدكت السالري بتاعت الموظفين وعملت له ترين وتست على داتا من 2010 لحد، عملت له ترين من 2010 لحد 2016، اوكي، تمام. وهبتدي ان انا اعمل له تيست كل سنه يعني شيء ل 2017 2018 و20 وهكذا. هل طبيعي ومنطقي ان الداتا بتاعت الترين وبتاعت التيست هما أكيد لا. ليه؟ لان بيحصل زياده في المرتبات، فاللي كان مرتبه سي مثلا 100 دولار في 2016 هيبقى 150 دولار، بس انا في التريننج ما كانش عندي ال 150. فلازم تبقى اخد بالك من النقطه دي، طب بتصرف ازاي بيسموها في الحالة دي مثلا؟ أو قدام بيسموها ايه طب الأول؟ في الحاله دي بيسموها داتا دريفت، حصل دريفت في الداتا عندك، ان بالظبط. التست داتا عماله بتتغير عن اللي انت عملت تدريب عليه. في الحاله زي دي قدامك تو سوليوشن. اول سوليوشن ان انت حتى لو انت هتشتغل بتري بيزد موديل اللي هي ما بتتاثرش وما بتحتاجش نورماليزيشن، ان انت تعمل نورماليزيشن من الاول. او الحل التاني اللي الناس كلها بتستسهله ان انت تعمل ريترين. ريترين لو انت وصلت ل 2016 هتبريدكت 2017، بعد كده تفيد باك الترو فاليو بتاعت 2017 وتعمل ريترين وهكذا وهكذا. انا اصلا شغال عليها، ليها علاقة بالريفينيو بتاعت الهوتلز، وان انت تعمل بروجيكشن للريفينيو على مدار سنين جاية. يعني انت ما ينفعش ان انت تقول انا السنة دي حققت اكس والسنة الجاية حققت جروس اكس بلس 10%، لا، في انفليشن. الانفليشن في الضخم بالظبط. بالظبط بالظبط. كل الحاجات دي الديتا، هي الديتا والنولج بتاعتك من البيزنس، لان ما ينفعش تبقى ديتا ساينس بس، انت داتا ساينس وبزنس ديفلوبر كمان. مظبوط صح جدا. طيب كنت بتسأل في حتة في الكورليشن. كنت بس حاجه في الكوريليشن صح، بس انا نسيت السؤال. يعني
اه كنت اقول لك، طيب احنا دلوقتي المفروض يعني احنا قلنا مثلا لو داتا صغيره فانا بشوف كوريليشن ما بين الداتا كلها، صح كده؟ ايه بقى ليه بعمل كده اصلا؟ يعني ايه الغرض مني؟ انا دلوقتي عايز اعرف ايه العلاقات الموجوده ما بين الداتا وبعضها، صح؟ يعني بشوف مثلا هل في نقط هايلي كوريليتد مع بعضها ولا لا؟ انا بشوف مع بعض، بشوف مع تارجت فاليو برضه، صح؟ بالظبط بالظبط. طيب عايز اعمل ايه بقى؟ يعني انا ايه الحاجه اللي عايز اوصلها؟ لو هم داتا صغيره، وقلنا لو برضه داتا كبيره هبقى يعني كل حاجه بيبقى ليها ابروتش مختلف. خلينا نقول مثلا داتا صغيره الاول، المثال الاسهل، وبعدين نبص على الداتا الكبيره. في حته في جزئيه الكورليشن انت بتشوف الفيتشرز مع التارجت. طبعا انت يهمك الفيتشرز اللي هايلي كورليتد مع التارجت. ليه؟ لان دي لو هي زادت التارجت بيزيد، لو هي قلت التارجت بيقل. لكن لو هي ما فيش اي ريليشن شيب ما بينها وما بين التارجت فهي تعتبر نويز سام هاو، ان هي نوع من النويز. فانت تقدر ان انت تعمل دروب للفيتشر دي. ولكن الجزئيه هل يكفيني الاعتماد على الكوريشن بس؟ يعني لو انا لقيت مثلا فعلا داتا ما فيش اي كوريشن بينها، او الكوريشن بينها وبين التارجت فاليو صغير، هل ده يكفي ان انا اقول اخد قرار ان اضرب الفيتشر دي كلها، ولا محتاج اعمل تاكيد اكتر من كده؟ انا بالنسبه لي بحب ان انا ارن تو مودلز. لو الداتا صغيره ارن تو مودلز انكلودد الفيتشرز دي ونون انكلودنج الفيتشر دي، وابتدي اشوف البرفورمانس بتاعت الموديل بتاعي. لان ممكن يكون في ريليشن انت بعينيك او بالاستاتستيكال ميثود انت مش قادر تستخرجها، بس الموديل شايف حاجه تانية خالص. فلو هي الداتا صغيره اوكي هنرن موديل بالديتا دي وهنرن موديل من غيرها بالفيتشر دي ومن غير الفيتشر دي، ونبتدي ان احنا نقارن ما بين البرفورمانس. الجزئية التانية إن أنت بتعمل كورليشن ما بين الفيتشر وبعضها. ليه؟ لأن ده بيحدد لو أنت هتستخدم موديل زي لينير ريجريشن هيواجهك مشكلة المالتي كولينياريتي. إن أنت لو عندك تو فيتشرز فور اكزامبل، تو فيتشرز زي الوزن والبي ام اي، وهي الاثنين هايلي كوليتد كورليتد مع بعض لأن واحدة جاية أصلا عن طريق من التاني. ايكويشن من الثانية. فلو أنت هتستخدم لينير ريجريشن موديل ما ينفعش ان انت تستخدم التو فيتشرز. ليه؟ لان الموديل بتاعك هيتاثر. فانت بترن الكورليشن ما بين الفيتشرز وبعضها عشان تقول والله التو فيتشرز دول هايلي كورليتد ببعض، فانا هاخد واحدة. هاخد واحده لو انا هشتغل لينير ريجريشن موديل. لان هاخد او هسيب الاثنين على حسب الموديل اللي انت هتشتغل عليه. لو انت هتشتغل سيمبل موديل فانت هتضرب واحده وتكمل بالثانيه. لو انت هتشتغل بموديل هو اصلا بيعرف يعمل فيتشر سيلكشن جواه زي التري بيزد موديل، فانت مش محتاج ان انت تضرب الاثنين، لا سيب الموديل ان هو هيختار في كل تري يستخدم انهي واحده منهم. تمام. تمام؟ فانت بترن الكورليشن ما بين الفيتشر وبعضها عشان تطلع بانفورميشن ايه مرتبط ببعض. عشان لو انت هتستخدم سيمبل موديل تضرب واحده منهم، لو انت هتستخدم تري بيزد موديل خلاص يعني اسكيب الستيب دي. طبعا في جزئية الداتا سيت الكبيرة لو هي فيها زي ما انت قلت 500 كولوم، طبعا مستحيل ان انت ترسم او صعب الكورليشن التعامل ما بين كل واحده واحده، هياخد وقت كتير جدا يعني. بالظبط بالظبط. فانت اولا مستحيل ترسم الهيت ماب، صعب جدا. الهيت ماب لان انت حتى لو رسمتها مش هتطلع منها باي انفورميشن. لكن ممكن ان انت تحسب الكورليشن ما بين كل فيتشر والتانية. وساعتها حتى لو انت هتستخدم موديل مش بيتأثر بالكورليشن، انت محتاج تخلي الموديل سريع، فهتحتاج تقلل الداتا. فانت محتاج تقلل الدنيا. يعني سي طلع لك 100 100 بيرز من الداتا الكورليشن بتاعهم مع بعض فوق ال 95%، خلاص ال 100 بيرز دول انا هضرب منهم 100 وهخلي 100. فانا لو الداتا بتاعتي 500 كولوم انا عملت ريدكشن للداتا بنسبة 20%، فده هيحسن السرعة بتاعة بس انا الموديل. ممكن استخدم فيتشر ريدكشن ميثودز وهي بتعمل كده اصلا، صح؟ يعني انا ممكن بدل ما بالظبط ادروب انا بنفسي بالظبط ممكن استخدم مثلا بالظبط. حاجه انت شبه ممكن البي سي اي تستخدم هو. فيتشر ريدكشن ميثودز مختلفة، زي ان انت تستخدم راندوم فورست موديل ويكون فانيلا موديل، يعني مش انت اللي يعني بتشتغل بالديفولت بارامتر بتاعته، وتبتدي ان انت تشوف الفيتشر امبورتنس بتاعت الموديل. تبتدي تاد اللي هو لا الكيرسر. الفيتشر امبورتنس انت دخلت ال 500 والموديل رتب من ال 500 دول طلع تمام. لك الرانكينج بتاعهم، تبتدي انت تقول والله انا البروسيسنج الكمبيوتنج يونتس عندي مثلا ان انا اقدر اشتغل على 100 فيتشرز، فانت باي ديفولت هتختار عالمي. اعلى 100. دي جزئيه. في حاجه تانية ودي الناس اللي بتستخدمها في المسابقات،
ان هو يعمل حاجه اسمها فيتشر بيرميوتيشن. لو بياخد حاجات مع بعضيها ويشوف الفورمنس صح؟ مش يعني هي حاجه قريبه لكده. مش احنا عندنا الكولومز، كولومز والروز، كل رو في فاليو معينه للكولومز دي. انا باخد الفيتشر دي اعمل راندوم شافلنج للديتا اللي فيها وارن الموديل من غير ما اعمل راندوم شافل. اشوف هيتأثر او في اختلاف ولا لا. بالظبط بالظبط. لو سي انا مثلا ببريدكت الروت مين سكوير ايرور، والفيتشر دي طلعت روت مين سكوير ايرور 10، ولما عملت شافلنج، شافلنج مثلا الروت مين سكوير ايرور بقى 100، ده معناه ان الفيتشر دي لما بتدخل عليها راندوم نويز بتتأثر كتير جدا، ده معناه ان الفيتشر دي مهمة مهمة جدا للمدن. جدا جدا للموديل. طبعا انت ما بتعملش الراندوم شافلنج مرة، دي من عيوب ده الميثود دي، بتاخد كمبيوتيشن باور كتير، بتاخد بتستخدم وقت ماده كبيره. طويل جدا، لان انت لو سي مثلا عندك 500 فيتشر، فانت هتقول له مثلا اشتغل لي على ال 500، خد اول فيتشر اعمل راندوم شافلنج 100 مره وهات لي الافريج بتاعت الروت مين سكوير، فانت كده هترن الموديل 500 في 100 يعني حوالي 50000 مره. طبعا لو انت بتشتغل على بي سي او حاجه ماشين عاديه الموضوع ده هيبقى صعب جدا، ممكن يحتاج بس اسبوع مثلا الفيتشر ولا حاجه لو بس الموديل يعني. الطريقه دي فعلا بتطلع لك الفيتشرز المهمه بالنسبه لك، لان هي effective اكتر من الفيتشر امبورتنس. يعني انت لو جيت بصيت لها الفيتشر امبورتنس بتطلع ان الموديل عمل له run مره واحده، لكن feature permutation انت عملت running للموديل بفيرجنز مختلفه حوالي 50000 مره على الاكزامبل ده. دي طريقه تانيه. الطريقه التالته ان انت تعمل forward feature selection. شيل ده سي كله. مثلا ان انا عندي 500 فيتشر، هبتدي اول موديل بس واحدة هدخل بس فيتشر واحده، كده بتدي قد بقى. بعد كده هاد فيتشر تاني، وابتدي اشوف تأثير كل فيتشر ايه؟ تاثير الاضافه بتاعت الفيتشر دي. يعني فور اكزامبل انا ابتديت باول فيتشر الروت مين سكوير ايرور 100، لما دخلت الفيتشر تانية الروت مين سكوير ايرور 80، الفيتشر التالتة بقت 75، الفيتشر الرابعة بقت 74. هل هنا الفيتشر الرابعة عملت إضافة قوية؟ لا بس انا بحس ان النسو دي مشكلتها ان هو ما بيكاتشش الريليشن ما بين، يعني دلوقتي احنا مثلا هم 500، فانا دلوقتي حطيت الرابعه ما لقيتش ليها تاثير، بس ممكن الرابعه مع ال 300 يبقى ليهم تاثير. بالظبط فبحس بالظبط مشكلته بكده. بالظبط بالظبط هي دي يعني. بس لو جيت بصيت لها يعني ده ده دروباكس في الميثود دي، بس بتوفر عليك كومبيتيشنز، لان انت بالظبط. خلاص اخترت حاجه كم في مرة الموديل. هترن 500 مرة بس، يعني المرة الأولى مثلا فيتشر واحدة دي تبقى سريعة جدا لحد ما عدد الفيتشر يزيد قوي يعني. بالظبط. في الباك لوج برضه اللي ده هو العكس، بيسموه الفورورد. بتبدأ قبل 500 وبتبتدي تنقص برضه. بالظبط. وانت في الباكورد فيتشر بيسموها الاليمينيشن، فيتشر اليمينيشن، ان انت بتحدد له المينيمم نمبر اوف فيتشرز اللي انت محتاجه، ان هو انت لو هتبدأ ب 500 هترن الموديل على 500، وبعد كده هتدروب، فانت هتدروب بس اخرك 100، ما ينفعش الموديل يشتغل على 99 فيتشر. وتقدر ان انت تديله بارامتر ان هو في كل ستيب يدروب فيتشر او اثنين او ثلاثه وفي طريقة وهكذا. تالتة كانت بتجمع الاثنين، أظن كان اسمها الكيرزف فورورد باكورد حاجة كده، بس أنا مش فاكرها أوي. بس دي انا ما جربتهاش، انا اللي عملتها حاولت اعملها مره واحده اللي هي الفيتشر بيرميوتيشن، وكنت بران مالتيبل كيرنلز، لان انا كانت الداتا عندي حوالي 200 فيتشر، فكنت مقسمهم على 10 كيرنل، كل كيرنل شغال على 20 فيتشر، بس اخذت حوالي اسبوع عشان تخلص. بقول لك هتاخد لها اسبوع مثلا، خاصه لو انت شغال بموديل كبير شويه مثلا راندوم فورست وفيها كذا موديل ولا حاجه، هتاخد لها رقم كبير يعني. بالظبط بالظبط. يعني عشان نعمل ريكاب، ان انت اول حاجه ابسط حاجه خالص ان انت تران الموديل سواء راندوم فورست، اكس جي بوست، او ال جي بي ام، وتختار التوب فيتشر فيتشر امبورتنس، او المعقده جدا ان انت تعمل فيتشر بيرميوتيشن، اللي في النص ما بينهم الفورورد فيتشر سيلكشن او الباكورد فيتشر اليمينيشن، هم دول الطريقتين اللي في النص ككومبلكستي وكتايم كونسيومينج وكبرفورمانس. خلينا صراحه يعني، لو انت طبعا عندك كومبيوتنج باور وعندك تايم، اعمل الفيتشر بيرميوتيشن، وهي طبعا احسنهم واقصرهم دقه يعني.
طب ايه الفرق بين ده وبين الفيتشر ريدكشن بقى، مثلا حاجه زي البي سي اي او ال، يعني اوكي ايه الفرق بين ده وده؟ هو في الاخر الاثنين بيعملوا فيتشر ريدكشن صح؟ يعني صح مظبوط، بس واحدة قللت عدد الفيتشرز والتانية عملت another representation للديتا الفيتشر من بالظبط. غير ما تدروب اي فيتشرز. يعني فور اكزامبل انت لو عملت بي سي اي لل 500 فيتشر واخدت الفيرست والسكند كومبوننت، ال 500 فيتشر موجودين في الفيرست بس والسكند السكند كومبوننت، كومبوننتس فانت ما قللتش عدد الفيتشرز، انت عملت another representation للديتا. لكن في اللي احنا بنتكلم فيه انا الموديل هو خلاص لو هو هيشتغل على 100 فيتشر فهو ال 400 التانيين مش موجودين اصلا. طب انهي افضل يعني، او ايه المفروض اشتغل بيه، او ازاي اختار ما بينهم؟ it depends it depends، وهتوصل لمرحلة انت محتاج تجرب الاتنين لان مش باينة عندك دي ومش باينة عندك دي. تمام قصدك. هي طب يعني هو الفكره ان دلوقتي لما اخش داتا برضو من التيست بقى، مثلا انا عامل فيتشر ريدكشن، المفروض ان انا بدروب بقى، لو انا عامل فيتشر مثلا ريدكشن بضرب الفيتشرز الموجوده دي حتى لو هي داخله في التيست صح؟ لكن لو انا عامل مظبوط مثلا فيتشر ترانسفورميشن مثلا بالبي سي اي، بدخله على نفس الترانسفورميشن وبخلي فيتشرز زي ما هي. مظبوط مظبوط مظبوط، لان اللي اتدرب عليه في التريم لازم نفس اعمل له الفيتشرز في اللي التيست هتلاقيها بالظبط. في التيست. وطبعا انت ما ينفعش تعمل فيت لو انت هتستخدم بي سي اي، تيست ما ينفعش اعمل ما فيت ينفعش من تعمل تيست فيت على لده. التيست بالظبط كده. انت كده بتغش فاهم. فهو انت محتاج تجرب الاثنين وتشوف البرفورمانس يعني. هي الفكره بالظبط بس ان اظن جزئيه الفيتشر ريدكشن او ان انت تريموف تماما الداتا دي ممكن تاثر معاك بعد كده لو في التيست الفيتشر دي بقى ليها اهميه اكتر صح؟ يعني ممكن مظبوط مظبوط لو في التيست احنا شغالين مثلا الفيتشرز دي بقى مثلا بسبب في دريفت او في حاجه تانيه بقى ليها اهميه اكتر، في ساعتها انت بتخسر انفورميشن يعني. بالظبط. فساعتها قدامك حل من الاثنين، ان انت يا اما تعيد الاركتكتشر خالص بتاعت الموديل، يا اما ان انت تعمل ريترين وتنكلود الفيتشر دي وهكذا. بالنسبه لنا يعني هديك اكزامبل برضو على حاجه كنت شغال عليها، فتره كورونا فتره كوفيد، فالارقام الفتين كفيزيتور نمبر او هكذا قبل فتره كورونا حاجه وفي فتره كورونا حاجه تانية دروب كبير جدا صح، وما بعد فتره كورونا كاول سنه او سنه ونص، حاجة ثالثة. ودلوقتي بتعمل ريكفر ان هي خلاص بتفولو نفس الديستريبيوشن بتاعت 2019. فانت ما في ينفعش الحاله تستخدم زي نفس الموديل صح؟ يعني لازم ما ينفعش للفترة اللي بعد الكورونا على طول ما ينفعش تستخدم نفس الموديل بتاع قبل الكورونا. بالظبط يعني، هو كان هنا كان في ارجيومنت شويه اللي هو طب احنا هنعمل تو مودلز ولا نحاول نكرييت احنا فيتشرز تعبر عن الريستريكشنز اللي كانت موجوده في فتره كورونا. ليه؟ النقطه اللي انا كنت بقول لك عليها، لو انت هتعمل تو موديل وتفصل الداتا، انت ما انت تفكر فيها كده، انت الداتا اللي عندك ايه؟ عدد السياح او عدد الزوار باليوم. فلو انت بتتكلم سي مثلا في مدار 5 سنين، فانت عندك حوالي 1800 داتا بوينت، عدد قليل قوي. فانت لو هتعمل تو موديل، الموديل هيدخل يتدرب على كام؟ على 600 داتا بوينت ولا حاجه. فتبتدي بقى تدور طب انا ازاي اربطهم ببعض؟ خلاص هات فيتشر تعمل تمييز ما بين المرحله دي والمرحله دي. فنرجع هنا لاهميه ايه؟ الدومين نوليدج، ان انت انت لازم فاهم اللي تقرا بيحصل بالظبط. تبقى فاهم اللي بيحصل هنا وتبقى فاهم البيزنس بتاعك بيحل انهي مشكله. دي لازم، ده قبل اي حاجه. ودي يعني ما اعرفش الريكورد ده مين هيشوفه، بس دي انا اتعلمتها فعلا في اول شركه انا اشتغلت فيها، وتحديدا كمان مع صيدليات الدواء. يعني مديري انت هنا مش بتحل مشكله رياضيه، مشكله رياضيه ده جزء من الحل، المشكله بتاعتك دي هتسمع في بيزنس، هتسمع في ارقام، انت لازم تبقى اخد بالك كويس جدا 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 منها. حلو جدا. طيب احنا كده يعني اتكلمنا عن الجزء بتاع الكورليشن، اتكلمنا لو الداتا صغيره، قلنا لو الداتا كبيره برضو بنعمل ايه شويه، بنبتدي بالظبط. نشوف ازاي هنهندل بقى الداتا اللي هتشال وايه الطرق المختلفه. طيب برضو من ضمن اظن الحاجات اللي دايما بتحصل هو فكره وجود الكاتيجوريكال فاليوز، وفي موديلز ما بتقدرش تهندل الموضوع ده، فاحنا بنضطر ان احنا نحولها نعملها يعني نحولها ان هي تبقى نيوميريكال. مثلا احنا قلنا لو بالظبط. الموضوع لو مثلا كل كاتيجوري فيها او الفيتشر فيها 3 كاتيجوري 4 كاتيجوري، الحل الاسهل هو انت تعمل وان فوت يكون خلاص
لكن مثلا ساعات بقى مثلا الكاتيجري فيها 1000 فيتشر او 1000 فاليو مثلا، 1000 كاتيجري فاليو او 1000 كاتيجري، ايه بقى الطرق المختلفه اللي انت تعمل الموضوع ده ولا انت تحل النقطه دي؟ كان أول مرة يعني أتعرض لحاجة شبه كده. كنت بذاكر كورس بتاع Applied Machine Learning، وابتدى إن هو يتكلم على كونسبت أنا ما تعرضت لهاش قبل كده. ابتدى يتكلم على حاجة اسمها Target Encoding، وإن أنت Frequency Encoding. بمنتهى البساطة، أنت عندك 1000 كاتيجوري، هتعمل فريكونسي بمنتهى البساطة، هتشوف كل كاتيجوري متكرر كام مرة، وتبتدي كل الكاتيجوريز اللي متكررة نفس عدد المرات هتعمل لهم كلاسنج، ان هما فور اكزامبل مثلا عايزين مثال، فرضا زيب كود، زيب كود مثلا في امريكا، وانت شغال على حاجة شبه نيويورك، فانت عندك 4000 زيب كود، مستحيل تعمل وان هوت انكودنج يبقى فيه 4000 كود فيتشر بالظبط. بالظبط. لكن لو الداتا بتاعتك مثلا الزيب كود الاولاني اتكرر فيها 4 مرات، والزيب الكود التاني اتكرر فيها 4 مرات، واللي بعده اتكرر 4 مرات، خلاص هاخد التلاته زيب كود دول اعمل لهم ريدكشن واعبر عنهم برقم 4 فور اكزامبل. ده الفريكوانسي انكودنج. انت بدل ما بقى عندك 4000 فاليو، لا انت خليتهم في كولوم واحد، وفور اكزامبل بقوا 100 فاليو بس، فده الفريكوانسي انكودنج. الطريقه الثانيه ان انت تعمل بيها انكودنج بيسموها التارجت انكودنج او المين انكودنج. بمنتهى البساطه ان انت بتشوف وليكن مثلا انت البروبلم عندك عدد السكان في كل زيب كود او في كل ديستريكت، والديستريكت ده مربوط بعدد من الزيب كودز، فانت بمنتهى البساطه بتعمل جروب باي الكاتيجوريكال فاريبل، وبتعمل اجريجيشن فانكشن مين على التارجت، وبتعبر عن كل كاتيجوريكال فاريبل موجود بالمين بتاع الديستريبيوشن بتاعته في التارجت. فانت هنا عملت ريدكشن لعدد الزيب كودز الكتيره جدا، وفي نفس الوقت حولتها من ان هي سترينج لارقام. بس انا ما تعرضتش لحاجه في البراكتيكال لايف فيها المشكله دي. اكتر مشكله بتقابلك ان انت مثلا عندك ميل في ميل، مريض او مش مريض، وهكذا، فبتبقى حاجه بسيطه سواء هتعملها وان هوت انكودنج او باينري انكودنج وبتتحل. في طريقه تانية بس دي مش مع الهاي كاردناليتي، ان انت لو عندك الكلاسز بس لازم تحافظ على الترتيب بتاعهم، يعني كات ودوج، الكات لو اخذت 0 والدوج اخذ 1 ما فيهاش مشكله، لكن باس وجود وفيري جود واكسلنت لازم دي تبقى 0 ودي 1 ودي 2 ودي 3 عشان تحافظ على الريليشن ما بين الداتا وبعضها. يعني في الاخر لو انت بريدكت مثلا السكور بتاع التلميذ دوت، فانت فيري جود هتبقى لازم تاخد 3 وباس لازم تاخد 0 عشان هو ده هيبقى فيه كورليشن ما بين الفاريبل دي وما بين التارجت، لكن لو انت عكست الاوردر بتاعهم انت بتبوظ الداتا بتاعتك، فدي لازم تاخد بالك منها، ان هل ما ده هنا الكات رجع برضه فكره كاردناليتي الدومين نولج، ان انت يعني لو يعني دي واضحه قوي ان هي فيري جود وكده، لكن في حاجات تانيه بالظبط مش تبقى واضح فيها الكاتيجوري، يعني ايه اللي ليه قيمه اعلى غير لو انت فاهم الدومين نولج في الحاجه اللي انت شغال فيها. بالظبط. يعني انا هديك كاكزامبل برضو كباك جراوند، الفنادق الستار ريتنج بتاع الفندق، لو انت بتبريدكت سعر الليله في الفندق، فانت الستار ريتنج لازم تدي للوان ستار 1، وال3 ستار لازم ياخد اعلى من ال1 طبعا. ليه؟ لان لو جيت بصيت لها هتلاقي ان السعر هو مربوط بفاكتورز تانية، بس الستار ريتنج بتاع الفندق بيأثر في سعر الروم يعني. فدي كدومين نولج وكلوجيك، اللي هو انت لوجيك من الداتا بالضبط. ومعرفتك بالداتا. طيب جميل جدا. طيب هل برضو يعني اظن ده تيم فيها فكره الاي دي، هل الاي دي ده بيبقى ليه لازمه واحنا بنتعامل، ولا مجرد ان احنا بنريموفه مثلا؟ ما سمعتش كويس يا يوسف، بس الاي دي بتاع كل فيتشر يعني مثلا، او كل يعني بيبقى في فيتشر دايما موجوده، ليه مثلا الاي دي اللي هي بتبقى زي الكي فاليو بتاع كل رو مثلا، يعني مثلا الاي دي بتاع ده 0، اي دي بتاع 1 2 3 4 وهكذا، ده اللي بيعبر عن الرو ده او الفاليو دي، هل ده بيبقى ليه لازمه ولا مجرد ان احنا بنعمله ريموف وخلاص؟ لا ما اعتقدش، يعني انا ما قابلتنيش حاجه ان انا استخدمت حاجه شبه كده،
بس مثلا لو انت بتتكلم على الاندكس بتاع الرو، بالظبط. يعني الاندكس بتاع الرو او ساعات بيكون بيرمز للبروبرتي دي. مثلا لو انت مثلا بتتكلم عن الفندق ده مثلا بيبقى ليه اي دي، بحس ان هو يعني لو جالك بعد كده في التيست مثلا ممكن يبقى ليه نفس الاي دي، ما اعرفش يعني. بحس بشوف ده دايما بيبقى موجود كتير في داتا، بس انا عاده بريموفه، بس ما اعرفش هل بيبقى ليه لازمه فعلا ولا. بص في حاجه شبه كده، لو انت بتحل البروبلمز بتاعت يعني هي حته سبيسيفيك قوي، لو انت بتحل بروبلم ليها علاقه بالستوكس فانت لازم تدخل الستوك اي دي معاك. ليه؟ لان الستوك اي دي بيعبر عن فيتشرز بتاعت الستوك ده. فور اكزامبل السهم بتاع ناسداك غير السهم بتاع تسلا غير السهم، فهتلاقي ان الاي دي سواء هو في الرو اي دي او كولوم تاني اسمه اي دي، لا هو في فيتشرز جواه لازم تبتدي انا ان انت قصدي لو في تحدد. فيتشر اسمها اي دي او في فيتشر مثلا بتعرف طبعا يعني. طبعا. دي في المسائل العاديه ما بتتعرض لهاش، بس المسائل اللي ليها علاقه بالكروس سكشنال بروبلم، الكروس سكشنال بروبلم مثلا بتاعت الستوكس، او بتاعت ان انت بتفوركاست مثلا الفولاتيليتي بتاعت الاسهم، طبعا لازم تدخل معاك الستوك اي دي او الاي دي ايا كان اسمه، وتبتدي ان انت تعمل عليه فيتشرز كمان. تبتدي ان انت تشوف فور اكزامبل ان انت تبتدي تعمل فيتشر مثلا اجريجيشن او مين رولينج او شيفت، مش على الداتا كلها، لا كل اي دي تبتدي تعامل معاه، كل اي دي لوحده تبتدي ان انت تجيب له الفيتشرز بتاعته، فهنا ده هيبقى كي معاك. النقطه الثانيه، لو عندك فور اكزامبل تايم ستامب، وانت مثلا بتتعامل مع تايم سيريس بروبلم، فانت محتاج ان انت تعمل فيتشر انجينيرنج على التايم ستامب. ليه؟ لان التايم في فيتشرز جواه بتعبر عن البريودسيتي او التكرار الدوري. ترجمتها كده صح ولا غلط؟ يعني البال ان انت تبتدي تستخدم فانكشنز ليها بيريودك بيهيفير زي الساين والكوزاين، وان انت تستخرج الشهر والسنه، لان التايم سيريس بروبلمز هي فيها سيزوناليتي، فانت محتاج تعبر عن السيزوناليتي دي، فانت بتستخدم فانكشنز ليها نفس الكاركترستكس في الماث، ان انت بتشتغل على الساين والكوزاين مثلا بتاعت الشهر، بتاعت اليوم في السنه، بتاعت السنه وهكذا. لو اي حد بيبص للداتا دي هيقول لك لا، ايه الاي دي بتاع الستوك، او ايه الاي دي بتاع الحاجه دي، وايه التايم ستامب، لا انا مش محتاجهم، مع ان هم جواهم فيتشرز انت تقدر تستخرجها منهم وتأثر معاك جدا في البرفورمانس. ودي حاجة انا جربتها في كومبيتيشنز على كاجل يعني. جميل جدا. طيب احنا كده دلوقتي المفروض احنا خلصنا فكره انت يعني تعمل فيتشر اكسبلوريشن وبتحل المشاكل اللي موجوده في بقى يعني جزئيه اللي انا ببتدي يعني اعمل نيو فيتشرز من الفيتشرز اللي عندي، مثلا زي ما انت قلت في المثال بتاع الثيرمو داينامكس. ايه بقى التكنيكس برضو المختلفه كده، وايه اصلا لازمه ده يعني، هل ده ليه ضروره ملحه ولا، وايه التكنيكس المختلفه اللي بعمل بيها بقى النقطه دي؟ طيب خلينا نتفق ان انت ممكن الداتا اللي عندك ما تسمحلكش ان انت تعمل ده. لو انت شغال مثلا في بانكينج دومين، الفيتشرز هتجيلك يعني مش هيقولك ان دوت رقم العميل ودوت المرتب بتاعه، ده هيديك الفيتشرز unknown. ففي الحالة دي انت مش هتعرف تعمل فيتشرز انجينيرينج بسهولة. ليه؟ لان هو مسمي لك دي اف 1 ودي اف 2 انت وهكذا، مش عارف انت ارقام بس معاك مش انت معاك ارقام، ففي الحاله دي بيبقى صعب ان انت تعمل فيتشر انجينير. دي اول كيس. طب لو الفيتشرز معاك وانت عارف الفيتشر دي اسمها ايه وبتعبر عن ايه وهكذا، وانت محتاج ان انت تكريت فيتشرز جديده، هل هو مهم ان انت تكريت فيتشرز جديده ولا بالظبط لا؟ مبدئيا. بنسبه 99% مهم. ليه؟ لأن أنت محتاج تبني موديل يكون generalized، موديلز يكون فاهم الداتا كويس جدا، فالسبسيت من الفيتشرز اللي عندك أكيد أكيد في ما بينها combinations، أو إن أنت تجيب اوت سورس داتا من بره وتعمل له ميرجنج مع الداتا اللي عندك، هيكون ليه تأثير. يعني أنت دلوقتي لو بتفكر تزور بلد، ايه اللي بي ايه لو انا جيت الداتا اللي عندي دي بتاعت يوسف، فانا اللي ممكن يأثر في اختياره للبلد دي ان هو يزورها المرتب بتاعه، وقت اجازاته، وقت الدراسة في البلد اللي هو عايش فيها،
وكمان هل هو زار البلد دي قبل كده ولا لا؟ معايا 4 فيتشرز. تعال نفكر مع بعض ايه الفيتشرز الزياده اللي احنا ممكن ندور عليها ونجيبها في الداتا دي كاوت سورس فيتشرز. ممكن حاجات كتير جدا يعني، ممكن حاجات ليها علاقه بالبلد، وحاجات انا اظن حاجات ليها علاقه بيه ممكن تبقى صعبه شويه، بس يعني ممكن حاجات ليها علاقه بالبلد، ممكن حاجات ليها علاقه بيه لو مثلا بقى من التصفح، يعني لو عايزين نجيب مثلا الكوكيز بتاعت التصفح بتاعه مثلا، نفهم اكتر عن شخصيته، نفهم اكتر عن الحاجات اللي بيحبها وهكذا يعني. بالظبط. مثلا هو هيسافر البلد التانية دي امتى؟ تذاكر الطيران في الفترة دي، المسافة ما بين البلد اللي هو قاعد فيها والبلد اللي مسافرها، الويزر في البلد اللي هو قاعد فيها وفي البلد اللي هو اللي هو هيروح هيزورها يزورها. بالظبط، امتى هتبقى شبه بعض مثلا، او امتى يكون بين بعض. بالظبط. ايه تاني مثلا؟ معدل الأمان والجريمة في البلد اللي هو رايح يزورها، وهكذا. ابتديت ان انا اجمع الفيتشرز دي من اوت سورس، من بره خالص. طيب انا دلوقتي بقى عندي الويزر في البلد اللي هو ساكن فيها والويزر في البلد اللي هو مسافرها، طب ما تيجي نعمل ميكس ما بينهم نعمل مثلا ونكريت. ديفرنس بين الويزر. بالظبط بالظبط. فانا كده عملت اديشنال فيتشرز وعملت بقى الفيتشر انجينيرنج. زي مثلا درجة الحرارة، انت قاعد دلوقتي في فنلندا وعايز تيجي تزور فور اكزامبل مثلا الامارات، فالامارات بنسبة كبيرة لو انت سايح، لو هي نفس درجة حرارة البلد اللي انت فيها مش هروح مش دلوقتي. هتسافر. لكن لو في اختلاف ما بينهم. بس برضه في اختلاف كبير قوي، مش هبقى عايز اروح، انا عايز حاجه يبقى يعني بالظبط. احسن شويه من اللي عندي، بس ما يبقاش يعني ما يبقاش على النقيض يعني، ما يبقاش مثلا فرق 60 درجه ما بينهم، حاسس. بالظبط. نبتدي مثلا سي لو احنا قلنا هنجيب الديفرنس ما بين الدرجتين الحرارة. طب ما تيجي بقى ناخد الفيتشرز اللي احنا عملنا لها كرييشن دي ونبتدي نقسمها ككاتيجوري. انت زي ما انت قلت، لو هما الديفرنس بزيرو فسيم سيم. تمبريتشر فده مش هسافر. لو الديفرنس ما بين 10 ل 50 اوكي فيفربل وهسافر. لو الديفرنس اعلى من 60 فانا نوت فيفربل وانا مش هسافر. فانت بالفيتشر انجينيرنج طلعت فيتشرز اللي هي التمبريتشر ديفرنس هتدخلها للموديل، ومن الكولوم ده عملت عليه ديسكريتايزيشن او عملت عليه طلعت منه كاتيجوريز ودخلت الكاتيجوري كاتيجوريكال فاريبل برضه للموديل. فانت هنا ابتديتها ازاي؟ ان انا عندي فيتشرز، ابتديت ادور ايه الاوت سورس فيتشرز اللي انا ممكن استخدمها، ابتديت تجيب الاوت سورس داتا دي، ابتديت تعمل نيو فيتشر انجينيرنج ما بينهم، ومن الفيتشرز النيو فيتشر 1 طلعت منها نيو فيتشر 2 و3 و4. ليه؟ انت بتحاول تدخل مور انفورميشن للموديل عشان يقدر يكابتشر اي باترن او اي ريليشنز ما بين الفاريبلز دي وما بين التارجت. مستحيل مستحيل، بلاش نعمم، بس 99% ان انت تحل البروبلم من الفيتشرز اللي جايه لك لازم تعمل عليها فيتشر انجينيرنج. لان باي ديفولت في حاجه، في ريليشنز اكيد الموديل مش هيقدر ان هو يعمل لها كابتشرنج، وانت اللي بتكريت الموديل، انت كشخص انت اللي بتعمل كرييشن للموديل ده. فانت هل الموديل في حاله الويزر مثلا هيبقى عارف معادلات الثيرموداينامكس؟ لا انت يعني لو الموديل شايف الداتا لو دي؟ انت ما اديتلوش فيتشرز جديده اظن هيبقى استحاله يعني، بس هو لو نفس الفيتشرز الموجوده هو ممكن يحاول يموديل المعادله دي. يموديل المعادله لو انت طلعت بره الكلاسيكال ماشين ليرنينج، لو انت اشتغلت كنيورال نتورك، كنيورال نتورك موديل، هو الموديل هيحاول ان هو يلاقي يكريت يعمل ميميك للايكويشن دي. لكن في لو انت بتشتغل كتري بيزد موديل او لينير ريجريشن موديل فدي هيبقى صعبه. صعب صح. ونقطه على جنب كده، يعني انا اشتغلت في شركتين، انت لو قدمت سوليوشن بديب نيورال نتوركس او بالنيورال نتورك في الشركات اللي ليها علاقه بالان ال بي والكمبيوتر فيجن، بتكلم لو هي البروبلم تابيولار داتا. ليه؟ قليل حد بيستخدم فيها ديب ليرنينج صح؟ اول حاجه لما هتيجي تعرض السوليوشن بتاعك هيقول لك اوكي ماشي، انت بتقول ان الارقام الريفينيو هيزيد، قول لي التاثير بتاعت كل فيتشرز، هل انت تقدر تجيبه في الديب ليرنينج؟ ديب ليرنينج بلاك بوكس،
لكن تقدر تطلعه من لينير ريجريشن موديل، تقدر تطلعه بالفيتشر امبورتنس مثلا من التري بيزد موديل. فانت المودلز دي عشان تطلع لك ريزلت كويسه جدا محتاج تكون تساهم فاهم معاك في البيزنس، لازم تدخلها الفيتشرز المظبوطه، لازم تديها انت، تغذيها بالفيتشرز الصح اللي تقدر ان هي يبقى في ما بينها كورليشن، يقدر ان يبقى في ما بينها ماثيماتيكال موديلنج مثلا زي معادلات الثيرموداينامكس فور اكزامبل ما بين الفيتشرز وبعضها، فبالتالي الموديل يقدر البرفورمانس بتاعه يتحسن. طب لو انا مثلا لكن عملت اد لفيتشرز معينه، بعرف ازاي بقى ليها تاثير ولا لا؟ برضه بمشي بنفس الفكره اللي احنا عملناها قبل كده، ان انا بعمل فيتشر امبورتنس مثلا، ولا يعني بعرف ازاي بالظبط، ليها تاثير ايجابي ولا لا؟ أول حاجة إن أنت لو كان عندك مثلا 10 فيتشر وأنت عملت فيتشر انجينيرنج بقى عندك 30 فيتشر، أنت ممكن على فكرة بعد ما تعمل ال 20 فيتشر الزيادة تكتشف إن منهم خمسة أنت مش محتاجهم أصلا، بالظبط. فأنت هتدخل في نفس السيكونس تاني إن أنت تشوف الفيتشر امبورتنس، تبتدي تعمل فيتشر ريدكشن، يعني كأنك زودت الفيتشرز وبعد كده لقيت لا انا زودت كتير قوي والبرفورمانس بقى اوحش، فتبتدي تعمل ريدكشن. وممكن في بعض الاحيان ان الفيتشرز اللي انت زودتها تبتدي تاخد مكان الفيتشرز الاساسيه. تشيل ما فيش اسئله خالص. بالظبط، يعني لو انت دخلت ال10 الاولانيين ودخلت ال20 التانيين معاهم بقوا 30 فيتشر، ممكن تلاقي من ال10 الاوريجينال في الداتا سيت اللي عندك بقى موجود منهم ستة في التوب 20 والأربعة التانيين بقوا خلاص، فدي برضه ساعدتك. طب لو انا دلوقتي يعني احنا مثلا الطريقه اللي احنا عملنا بيها يعني جبنا بيها داتا جديده، وان احنا عملنا اوت سورسنج، وبعدين رحنا عملنا يعني ايه، حطينا شويه كومبيتيشنز وطلعنا فيتشر جديده. دلوقتي انا في التيست مثلا، لو انا جاي لي تيست داتا، لازم اروح اجيب برضو يعني لازم اروح اعمل اوت سورس للداتا دي، صح كده؟ بالظبط طب لو ما بالظبط، قدرتش بعمل ايه؟ هل ما بدخل يعني ايه ساعتها الموضوع؟ لو ما قدرتش في قدامك اوبشن ان انت تعوض عن الداتا دي بالاجريجيشن فانكشنز من الترين داتا. يعني مثلا لو انا عندي ما فيش عندي اي بي اي مثلا بتجيب لي درجات الحرارة، بس انا عندي في التيست هبريدكت شهر 12، شهر 12 مثلا 2024، وانا في الترين كان عندي شهر 12 2023. طب فاهم ما قصدك. افيد الداتا دي، ادخل الداتا بتاعت الترين على التيست، بس طبعا لازم تبقى اخد بالك، يعني ما ينفعش تدخل الدرجات الحرارة بتاعت شهر 12 من شهر 5، فاهمني؟ ايه تاني مثلا ممكن ان انت تعمله؟ في طريقة لو انت زي مثلا في التايم سيريس، لو انت هتبريدكت رو وبعد ما تبريدكت الرو ده دخل كل الروز دي تاني في الترين وتبريدكت النكست رو، فانت ساعتها في الحالة دي ممكن تعمل فيد فورورد او رولينج، بيسموه رولينج او شيفتنج، يعني انت تعمل شيفت للديتا واحدة 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 بواحدة، والبريدكشن يرجع يفيد تاني للموديل بتاعك، بس دي بتبقى معقدة شوية وبتاخد يعني تايم في حتة البريدكشن. لكن المتعارف عليه ان انت لو الداتا اللي عندك دي الفيتشرز اللي انت جبتها مش هتقدر تجيبها في المستقبل، فانت تقدر ان انت تستخدم من الترين داتا زي ما احنا قلنا مثلا كدرجات الحرارة، فانت تستخدم بتاعت السنة اللي فاتت، او ان انت تستخدم اجريجيشن فانكشنز مثلا وتعوض عن درجات الحرارة دي بالافريج بتاع درجات الحرارة طول الشهر مثلا وهكذا. نايس جدا. الموضوع يعني واضح جدا في فكره ان هو في ايتريشنز كتيره جدا، ان انت يعني بتروح من الاول. اول حاجه احنا بنبدا ان انت بتعمل فيتشر اكسبلوريشن، بتلاقي مشاكل بتحلها، وبعدين بالظبط بتايتريت تاني، وبعدين تبتدي بقى تشوف الداتا بتاعت دلوقتي ما بقاش فيها مشاكل المفروض خلاص، فابتدي بقى اعمل يعني ايه، اشوف ايه الحاجات اللي ممكن exploration اضيفها، للداتا. بالظبط، ايه الحاجات اللي ممكن اضيفها، ايه الفيتشرز اللي ممكن اطلعها من الفيتشرز اللي عندي، او مثلا ايه الحاجات اللي ممكن اضيفها بحيث ان هي تظبط تخلي البرفورمانس بتاعي اعلى يعني. بالظبط. في الأول وفي الآخر أنت عايز توصل للبيست بيرفورمانس والبيست بريدكشن تايم، إن أنت ما ينفعش تيجي تقول لي انهي احسن موديل، الروت مين سكوير ايرور بتاعه 0.5 والانفرنس تايم بتاعه ربع دقيقة، ولا موديل الروت مين سكوير بتاعه 0.6
والانفرنس تايم بتاعه 0.1 سكند. ده يعني لما اخد الاثنين مع بعض، يعني اخد لازم الانفرنس تبص للاثنين مع بعض. دوت الروت مين سكوير بتاعه بنص، وده 0.6، ده اوحش، بس ده بيبريدكت في نص دقيقة، ده بلوتوث وده 0.1. بيبريدكت في 0.1 ساعتها هتشوف على حسب، هل انت الانفرنس مين اهم عندك اكتر، يعني هل انا اديله برودكشن، بالظبط مين هشتغل في بالظبط ريل تايم ومحتاج يعني. بالظبط بالظبط كده بالظبط بالظبط. في نقطة كنت حابب أتكلم عليها، إن أنت لو هتعمل فيتشر إنجينيرينج فور إكزامبل والديتا اللي عندك كلاسيفيكيشن، في تركاية كده إن أنت ممكن تعمل فيتشر إنجينيرينج لو أنت هتشتغل مثلا كأجريجيشن فانكشنز أو مين وهكذا، إن أنت بدل ما تعملها للديتا كلها إن أنت تعملها بير كلاس، كل كلاس يبقى بتعمل عليه الأجريجيشن فانكشنز بتاعته، عشان ما تغيرش في الكاركترستكس او الديستريبيوشنز بتاعه الفيتشرز ما بين الكلاسز وبعضها. دي لازم تبقى اخد بالك منها. بفصل كل، بس طب يعني بفصل كل كلاس وبطبق عليه الفيتشر انجينيرنج تكنيك صح؟ بالظبط طب انا في التيست ما بالظبط. يبقاش عندي كلاس، بعمل ايه المفروض؟ يعني في الحاله دي يعني هي دي تركية بتبقى موجوده في المسابقات عشان يوصلوا لاعلى سكور، ان هو ممكن يعمل حاجه اسمها سوفت ليبلنج، يعمل فيرست ستيج من البريدكشن، يطلع كلاسز وهميه ويبتدي يعمل الاجريجيشنز على الداتا بالكلاسز الوهميه ويدخلها تاني للموديل. طب والكلاس دي ممكن يعني اكيد هتبقى مش صح، يعني مش هتبقى صح، بس في بعض الحالات بتبقى صح. انت بتبقى بتدور على اقرب حاجه. فرق مثلا الفيفث ده مؤذي. ديسيمال نمبر. ايوه، فعشان تعلي الاكيوسي بتاعتك. ايوه، بالظبط دي ممكن بالظبط. تعمل الفرق بس ده. طبعا حاجة شبه كده يعني كبرودكشن مش هتبقى أحسن حاجة. بس أنا يعني أعتقد اتكلمنا كده في معظم الحاجات، ولا في بوينت لا إحنا لا، مش حاططينها؟ اظن كده اغلب الحاجات يعني. فاضل بس ان هو يعني لو حد بقى، يعني ايه الادفايس اللي ممكن تديها لحد لو هيبتدي في عشان يحسن من الفيتشر انجينيرنج تكنيكس بتاعته او السكيلز بتاعته، وايه الريسورسز اللي انت ممكن تنصح بيها دايما؟ احسن حاجة بأمانة ان هو ياخد الريسورسز بتاعت الكورس اللي بقولك عليه على يوديمي، حتى لو هو مش هيشترك في الكورس بتاع الدكتورة اسمها سوليداد جالي تقريبا، ان هو لو مش هياخد الكورسز ممكن ان هو يبص على الجيت هاب ريبوز بتاعت كل كورس، يبتدي يشوف هي بتتعامل مع المشاكل ازاي، ايه نوعية المشاكل اللي بتقابلك، لان زي ما قلت لك 90% من المشاكل اللي بتقابلك في كل بروجكت هي متكررة، يتبقى لك 10% تيلورد كده او سبيسيفيك على المشكلة دي، فانت خليك بالتارجت او معاك البيزكس اللي يجيب لك ال 90% من المشاكل، 90%. بعد كده خلاص انت بالدومين نولج وبالمعرفة وبالتجربة هتبقى فاهم تتعامل معاها ازاي. كريسورسز طبعا الكورس بتاعها، الكتاب اللي هي عاملاه، والجيت هاب ريبو، لو خلصهم كويس جدا اي شخص بيذاكر طبعا يعني ده هيفرق معاه جدا. البوينت الرابعة، يعني احنا كده اتكلمنا ككورس كجيت هاب ريبو ككتاب، النقطة الرابعة ان هو يبص على حلول ناس تانية، عشان لو انا بفكر بدماغي فانا هبقى شايف طريقة معينة، لكن انا محتاج اشوف يوسف فكر في المشكلة دي ازاي، فابتدي اضيف الحلول بتاعت الناس تانية والتعامل مع المشاكل بتاعت الناس التانية. طبعا ده هيلاقيه على كاجل بمنتهى السهوله جدا في كومبيتيشنز كتيره جدا، هيبتدي ان هو يوسع المدارك بتاعته. النقطه الاخيره ان هو يحاول ان هو يوسع ويقرا في البيزنس اكتر، دي مهمة فعلا يقرا في البيزنس بتاع البيزنس الدومين اللي هو شغال فيه ده، أظن بتاع الدومين اللي هو شغال فيه. والنقطه دي تاخدنا في حته يعني نصيحه للناس اللي هي لسه هتدخل الكارير وتدور على شغل، خليك عارف ايه المشاكل او التحديات اللي هتقابلك في الشغل، لان يعني انا اشتغلت في تو بيزنس موديل مختلف. لازم تسأل نفسك البيزنس اللي انت رايحه ده هو بيجنريت الداتا ولا معتمد على اوت سورس يجيب منه الداتا. يعني لو انت شغال مثلا في بنك، فانت البنك جنريت البيزنس ذات داتا. نفسه بيجنريت الداتا، عنده كل الترانزاكشنز بتاعت العملاء، عنده المعلومات الديموغرافيكس بتاعت العملاء، شركات الاتصالات برضه نفس الكلام. شركات الاتصالات، ايه تاني، شركات البيع،
شيء مثلا زي، مش عايز اقول اسامي بقى مقاطعات وكده، فاهم؟ الريتيلز طبعا، الحاجات دي كلها. فانت البيزنس اللي انت فيه بيجنريت داتا كتير قوي، فدي ادفانتج وديس ادفانتج. ادفانتج لان انت عندك سهوله في الداتا تقدر تجمعها، ديس ادفانتج لان انت عندك داتا هيبقى كتيرة بقى. مطالب منك تطلع الداتا دي وتطلع منها انسايتس وادد فاليو بشكل سريع. ده اول نوع من البيزنس. البيزنس النوع التاني اللي هو انا فيه حاليا، اللي هو انت انت كولكت ممكن داتا، انت تجمع الداتا، انت تروح تجمع الداتا. يعني فور اكزامبل مثلا لو انت تجمع داتا فنادق، تجمع داتا سياح، تجمع بالظبط بالظبط تدخل على جوجل تعمل سكرابنج الجوجل ريفيوز، تجمع داتا من تريب ادفايزر، تجمع داتا من بوكينج وهكذا. فانت هنا مش بتاون يور اون داتا، ولا البيزنس بيجنريت داتا قد البيزنس الثاني. دي صعوبتها، دي صعوبه. بس على الجانب الاخر يعني الريتم بيبقى ابطا شويه. فدي برضو يعني حته بعيده بقى خالص عن الفيتشر انجينيرنج. كنصيحه ان انت تبقى عارف البيزنس اللي انت داخل عليه او اللي انت هتقدم عليه ايه العقبات اللي فيه وايه الفرص اللي فيه. انت هل انت داخل بيزنس هو بيجنريت داتا، فدايما فانت مطالب عندهم منك داتا جاهزة، فانت دايما محتاجين وانت بقى لازم يشوفوا تبقى سريع انسايتس بالظبط. بالظبط، ولا انت اللي بتكولكت الداتا وتعمل لها عشان تعمل فاليديت؟ بيزنس ما تبدلش. بالظبط بالظبط اللي انا شغال فيه دلوقتي برضه نفس الكلام، هو احنا بنكولكت داتا وبنجيت منها بزنس فاليو، فاهم؟ فالريتم فعلا بيبقى اقل بشويه، اقل بكتير اظن، من لو حد اوريدي داتا جاهزة على طول عندهم وبترول، فهم دايما محتاجين يعملوا حاجات بيها يعني، فاهم؟ بالظبط، اللي هو يعني لا يعني انا كنت كده وكده، الفرق الريتم يعني 10% حرفيا، 10% ان انت في الريتيل او في البانكينج او في اتصالات تحديدا الشغل عنيف جدا جدا. لو انت عندك داتا من هنا ومن هنا ومن هنا، اللي هو فاهم انت هنا بقى عندك داتا كتير قوي وهنا ما عندكش داتا خالص، فاهم؟ فانت فاللي هو بتبتدي هنا بتكولكت داتا، وهنا داتا موجوده بقى محتاج تشتغل بيها على طول، فاهم؟ بالظبط. الحاجة بقى اللي في النص، ودي اللي أتمنى كل الناس تشتغل فيها، إن هو واظن يدخل كمان التاني يعني من غير اقطع كلامك، النموذج التاني بيبقى عندهم داتا اوريدي، دايما عايزين يعملوا حاجات ان ريل تايم يعني، اظن هو بالظبط بيبقى اكتر بالظبط. كمان من النموذج التاني. لكن في النموذج إن أنت بتكولكت الداتا، معظم شغلك بيبقى أوف لاين موديلز، وبتبعت الريزلت بتاعتك لتيم الريبورتنج وهو بيكريت عليها بالظبط ريبورت مثلا على باور بي اي وهكذا، بالظبط ويطلع يعرض الكي بي ايز دي مثلا قدام البورد او حاجه تانيه. النموذج بقى اللي في النص، وده الاوبتيمم سوليوشن، ان انت تشتغل في سوفت وير هاوس، بيجي له بروبلمز كتيرة فبيتعرض له كل بيجي له حاجة. بروبلمز كتيره، بروبلمز متنوعه، بيجي له من الدومين بتاع اللي بيجنريت داتا، وبيجي له من الناس دي، فانت بتبقى عندك الميكس ما بين الحاجتين. بس دي حلوة دعواتك كده فعلا. يعني، احنا جربنا دوت وجربنا دوت، نجرب طب بقى السوفت الدرجة وير الثالثة هاوس. إن شاء الله على خير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله أيوة ده يوسف، رزق. أنا استمتعت جدا بالكلام، وإن شاء الله زي ما عطيني بقى لينا حلقة كمان بأمر الله نحاول، بأمر يعني الله ممكن بإذن ما الله. يبقاش حاجة يعني ضخمة قوي، ممكن يعني حتى يبقى نجيب حاجة من على كاجل مثلا ونمشي في البلوك اللي موجود، يعني خلاص يبقى تمام، حل موجود اتفقنا ونمشي فيه كده ونحاول نطبق الكلام ده واحدة واحدة يعني. بأمر الله بأمر خلاص إن الله شاء الله، وأتمنى يكون الناس استفادوا إن شاء الله، أكيد يكون استفادوا بإذن الله، يا رب إن وإن شاء شاء الله الله يبقى كده. لينا حلقة كمان وآسف بإذن لو الله. طولنا على لا لا يعني خالص، لا طولنا. لا 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 خالص. حبيبي يوسف، حبيبي ربنا عبد الرزاق، يوفقك كده يا رب، وأشوفك في آمين، أحسن مكان كده إن ربنا شاء يكرمك الله. وإياكم يا رب وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة، مع السلامة.